السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. نصر سعد اليوم سوف نتعلم من سلسلة تعلم نظام لينكس في الحلقة 29 من الحلقة الرابعة الخاصة في VI وهو محرر النصوص. اليوم هذه الحلقة كانت سوف تعتبر حلقة مراجعة وطريقة استخدام الرموز أو تجميع الرموز، وبطريقة مختلفة نقوم باستخدامه ولكي تساعدنا وتسهل الأمر علينا في تحرير الملف. ولكن تبين لنا آخرا قد نسينا ثلاثة أوامر أو سقطت منا ثلاثة رموز ولم نقم في شرحها، والآن سوف نقوم في شرحها في هذه الحلقة. وأيضا سوف نشارك معكم فيديو تابع لخالد عطيك وهو بمثابة فيديو تحفيزي لكم إن شاء الله يكون، وهذا الفيديو تعويضا للخطأ الذي قمنا بارتكابه. الآن ندخل إلى التيرمينال. أولا لدينا نقطتين وعلامة المئة هو الاس والساش سيرش اند ديليت اول ريزولت كي، أي يقوم في حذف جميع النتائج. نقوم في كتابة نقطتين كما تشاهدون في الأسفل وثم اس هنا ثم علامة المئة. علامة المئة أين تي؟ علامة المئة اس سلاش و تي او هنا أتو كما تشاهدون، وأيضا هنا أتو أين تي؟ توجد أتو أيضا هنا في نهاية السطر في مقدمة السطر. نقوم في كتابة نقطتين والعلامة المئة والاس والسلاش والتي او. الآن كما تشاهدون هذه هي التي او أو التو وثانكس تو كوم أكونتس، وهنا أيضا لدينا تي او سوفتوير تو سوفتوير، وهنا لدينا في نهاية السطر وهنا أيضا easy to use. هنا كما تشاهدون هذا الأمر يقوم في حذف التو في مقدمة السطر. الآن ننقر انتر، قام في حذف التو المتواجدة هنا، وأيضا لم يقوم بحذف هذه التو هنا كما تشاهدون، وأيضا لم يقوم في حذف هذه التو أي من السطر الواحد يقوم في حذف تو واحدة. هنا أيضا كان متواجد لدينا اثنين تو أو تي أو، هنا قام في حذف واحدة و تخلى عن الثانية أو تجاهل الأمر، وهنا أيضا قام في حذف الواحدة وتجاهل الثانية وهكذا. الآن نرغب من حذف جميع التو، وهنا قام في حذف الجميع التي أو من الأربعة الصفر. الآن نعود إلى الأوامر ونقوم في تطبيق الأمر الثاني وهو نقطتين والعلامة المئة والإس والسلاش التكست والنص والسلاش سلاش جي التي تدل على حذف جميع الأوامر. الآن بعد أن قمنا بإعادة كما ترون تأكدنا من إعادة كل شيء. الآن نقوم بكتابة نقطتين علامة المئة وال إس وال سلاش و التو، هنا لدينا التو وأيضا هنا لدينا التو وأيضا هنا لدينا التو وأيضا هنا لدينا يوز تو، وهنا أيضا لدينا التو وهنا أيضا لدينا نايتو. نقوم في عمل سلاش سلاش جي. الآن هنا يقوم في حذف التو في مقدمة السطر وأيضا في نهاية السطر أو إنما توجد التو. بعد انتر الآن قام في حذف جميع التو كما ترون thanks a قام في حذفها. هنا أيضا software هنا كانت تو تو software لم توجد، أيضا easy use لا توجد تو وهكذا. الآن نقوم بإعادة كل شيء طبيعي قمنا بإعادة كل شيء طبيعي. الأمر الآخر الذي سوف نتعلمه هو الأمر الأخير UW وهو copy text. الآن نذهب إلى 30,000. الآن نحن متواجدون قبل 30,000، نقول يو كما تشاهدون الكتابة يو هنا و دبليو قام بنسخ 30,000. نقوم في لصقها قبل about، نقوم في عمل شيفت و أو حرف في كبسة كبير، وهنا قام في نسخ 30,000 و
وهنا نقوم بتطبيقها بشكل في صمود أو صغير. كما تشاهدون الفرق هنا يبقى الفرق لتوضيح أكثر، نقوم بنسخ أو فونتو يو كما تشاهدون دبليو. الآن نقوم بتطبيقها في سطر آخر وهو قبل البوكس مثلا، وهنا شيفت وفي كما تشاهدون لا يترك أي فراغ. عندما نقوم بنسخه في صغيرة يقوم الآن نقوم بفتح سطر آخر. الآن هنا نقوم باستخدام شيفت كبيرة. الآن كما تشاهدون أبونتو والمؤشر تبقى بدأت في قام في أخذ ال U أيضا. هنا الشيفت ال P صغيرة أبونتو هنا أبونتو لم يأخذ الحرف الأخير، وهذا هو الفرق كله. أي قام بطباعته من الحرف الأخير. عند النقر على P كبيرة يقوم بأخذ الحرف الأخير كما تشاهدون الآن. مثلا تصبح أبونت هكذا بدون U، هذا الفرق مع البي الصغيرة. ومع السلامة، نلقاكم في فيديو آخر إن شاء الله، وشكرا لكم للمشاهدة، ونتمنى لكم الاستمتاع ومشاهدة الفيديو. قمنا بالتوصيل به مشاهدة ممتعة. مع السلامة.